تلبيتكم للدعوة كل عائلة الإعلامية أسرة ككل. عندنا ربما أكثر من 3 أشهر لم ندلي بتصريحات من الإخوان. هذا ليس تهرب من أسئلة إخوة الصحفيين، ولكن لظروف كبيرة وكبيرة جدا عشناها في الآونة الأخيرة. ربما هذا المكتب المسير بإيجابياته وسلبياته، نحن بشر نخطئ ونصيب، ولكن منذ 14 نوفمبر منذ انتخاب السيد كمال لافي على رأس النادي بدأنا في حملة شرسة عبر المواقع وليس في الواقع. يعني كثير من الناس تشتم كلام ربما ليجرح ولا يخدم النادي تماما. المصلحة العامة لم يراعيها أحد. في كل مرة لسنا بملائكة بدون شك، ارتكبنا أخطاء وأخطاء كثيرة، وهذا أصل الإنسان اللي ما يخدمش ما يخطأش. الناس خلقت عهدة أولمبية شي أنا لإعطاء الفرصة لكل مسير لتجسيد برنامجه أو إعطاء وثبة حقيقية للنادي في 4 سنوات. نحن في 7 أشهر أو 8 أشهر أصبحنا وكأننا شياطين في هذه النادي، أو كأننا نزلنا من كوكب لا يعرفه أحد. وفاق ستيف لديه أنصار وأنصار من ذهب، ولديه اسم والاسم كبير، لديه ألقاب وألقاب كثيرة. إذا يعني درنا إحصائيات ربما أنا كاين كبيرنا وربي يكبر في شأنه فاروق، محمد فاروق، إحنا الأنصار تاعنا عندنا 100,000 150,000. كاين شيوخ لعجاي زنسة، كاين الناس اللي ما يحبوش يسمعوا الكلام البديع من هنا وهناك ما يجيوش الملعب. وفاق ستيف ما عندوش 15,000 ولا 20,000 ولا 17,000 اللي تجي الملعب. ليس اسم المناصر يديه غير اللي يجي للملعب تاع 8 ماي ولا يشتم في عبر الصفحات تاعهم. الناس اللي راهم ملفاتهم على مستوى العدالة يعني، وهي اللي تفصل في القضايا، ما نشكيوش احنا وما نديروش حس بلي انا واش درنا. والعدالة ربما اخطأنا في حق الانسان ولا الناس هذو اللي شكينا بهم، ربما احنا اللي اخطأنا، ولا اذا اخطأوا العدالة تأخذ مجراها، هي التي تنصفنا وتقولنا باللي انتم اخطأتم في هذه الشكوى والشكوى بعيدة. لان خرجنا من النظام الرياضي، خرجنا انسان تقول ضيعنا البطولة بتفاهة يعني بطريقة غير لائقة. كان عندنا انيكار دو بوان تريز امبورطون، لقينا روحنا دوزيام. كي نشوفوا حجم الفريق اسمنا وفاق ستيف، تقول احنا فريق هذا وما دوالو وما دار والو اكسيتيرا اكسيتيرا. من الاصل فريق هذا عنده 4 سنين ما داش، اي كل اللي راح تولي عندنا كما يقولوا بالفرنسية سافا دوفينير اون ابيتيد كي ان سكوند ناتور. في هذا العام الاولي وفاق ستيف، وفاق ستيف هو الثاني بميزانية صغيرة وصغيرة جدا، راهم يقولوا الاموال وما راح تمن وهم سرقوا وهم داو. احنا ركريتينا ما يقارب 10 لاعبين دورو ما دخلنا تعمره، لو سوم دخلوا درا ما دخلوش، ما كانش يعني نهضر لك بالصوت والصوره، ما كانش درا تعمر. وانتدبنا 10 لاعبين في مرحله جد صعبه. المناصر اللي يغضب علينا احنا من حقه، لان المناصر الاصل نعرفوا، رانا نقول لك بيمونتيغ سيلوي كي فيان دو لوان، انسان يجي من بعيد يقدر يكذب علينا. قلنا انا ولاد المنطقه، وواحد ما يخول لنفسه بلي يكون عنده شرعيه في النادي هذه على الاخر، كان نحن كمسيرين او كمناصرين او متتبعين. النادي هذا تاع الجميع، المناصر من حقه ينتقدنا، لم نحقق له حلمه بالتتويج بالبطوله، ويعرفوا الناس اللي راهي ضدنا. عندنا احنا وسائل اعلام لا كيقول لك جو جينيراليس با، بعض القنوات قضيتهم وفاق ستيف كيف يحطموه.
باش يحطموه يعني باش يقيسونا احنا كاشخاص، لاننا لسنا في خدمه القنوات ولا وسائل الاعلام، نحن نشتغل باحترافيه مع كل وسائل الاحترام للاعلام، وكل واحد عنده القيمه تاعه والمستوى تاعه. اما باش في كل مره وفاق الصيف يندار قضيه وتجيبوا لنا الناس تهضر علينا لا لا، لار دو بارلي ني با دوني ا نيمبورت كي، فن الكلام ماهوش تكوين جامعي، يرزقك ربي بحكم الاحتكاك تاعك وحكم الخبره تاعك وحكم الاخطاء تاعك. باسكو كونت اون دي هذا الي تي اكسبيريمونتي كيسكو سي ليكسبيريونس سي دو نو با كوميتر لي زيرور دي باسي. انسان اللي عنده خبره يغلط، المره الجايه كون يجي يغلط يتفكر باللي هنا غلط وصرات له ضجه لازم يصحها. فريق يصرف 38 مليار، عندنا 12 مليار، انا هذه ندوه صحفيه ومنها اعطاء ارقام، الارقام الانسان 12 مليار رحلات تاعنا الى افريقيا 12 مليار بالفواتير 12 مليار 12 مليار تنقل لها، صار فيه المان 29 ولا 30 مليار، كلاسينا دوزيام، ديمارينا مع انديه كبيره عندهم سيارات احسن من سيارتنا، كاين واحد عنده بي ام واحد بورش، حنا ديمارينا باركات خويا اركات وموتور تاعها مقري ودرنا له الزيت ومشينا بها عام كامل وصلنا لا دوزيام بلاص. طريقه او درام جابهم فلان او درام، هذه بيرسون دو سانجيري دو لا جيستيون تاعنا، انا نروح نجيب درام من عند طاهر نسلك جواري ولا جوارتي يوم يسالوهم يلعبوا سي با طون بروبليم، ما تجيش تحاسبني، تحسب رانا في دوله كاين لي جياف كاين لا بريغاد ايكونوميك كاين العداله كاين، اذا كان فيه شك ولا تلاعب باموال النادي احنا مستعدين لحظه لاي حساب، ولكن ليس في الشارع. ام دراهم راحوا من ومن ومن وين يروح دراهم من ومن وين يروح؟ يورانا في العصر الحجري يدخلوا دراهم في حساب النادي يروحوا كيف يروحوا من ومن؟ اذا دينا احنا اللي اعطيتكم الحسابات 2 مليار من عند جيكا ودينا 2 مليار من عند المجلس الشعبي البلدي و2 مليار من الولايه راح نحطوها 6 ملايير الاتحادية، حتى لا أشخص أقول الاتحادية أعطتنا مليار و300 وأعطتنا مرة 2 مليار، دي حسابها كامل يخرج 10 ملايير، فريق صرف ما يقارب 30 مليار، واحد ما طرح السؤال من أين ال 20 مليار المتبقية؟ أنا سوي با لافوكا تاع فاتح الفيا، إلا بوكو ديفو إلا بوكو كاليتي، اللي كاليتي يغلبوا لي ديفو. لويت لازم تركب في الطياره، عندنا تاهيل اللاعبين، عندنا امضاء اللاعبين، وعندنا دفع اجور اللاعبين المستخدمين، اروع ديرهم انت. هاي السلام عليكم. لا لازم نكونوا ان تي بو سيفيليزي، رحنا بزاف. رحنا يا خويا لا عاد كيما يقول لك واحد ياكل في الكوفريت وقرعه قازوز عنده كونت وصحابه مدير لهم فو كونت ب 50 والاخر بارطاجي، ما ياثروش فينا احنا. ما ياثروش فينا. يأثر فينا الميدان، اختلاسات، تبديد أموال، نتائج سلبية، هذه تأثر فينا. أما باش تهدر pour le plaisir de parler، لا خويا، لا ماشي هكذا. سي با كوم سا. حنا اليوم عرضناكم، وأنا ربما راني استفدت نوعا ما في الشرح، فريق هذا ما عاناه من 14 نوفمبر إلى يومنا. روى فهد معنا الفريق منذ 14 نوفمبر الى يوم. نتائجنا السنه مرضيه ومرضيه جدا. صحيح اللي يعرف للبالون يقول لك البالون سيدي فيراج، سيدي فيراج، كاين فيراجات تشدهم مليح كاين اللي يقلبوك. احنا في مرحله انا نقولها وما نخافش، ديبي سيزون و نافون با ديفيكتيف، ما عندناش اون غروند ايكيب، باسكو لا غروند ايكيب تتقاس بدكة الاحتياط، عندنا دكة احتياط فارغة، زيادة على هذا، ذهب من كل مغشى، ذهب للعوافي، إصابات متكررة لكثير من اللاعبين، مع المستوى المتدني لبعض اللاعبين، أصبحنا فريق عادي، خسرنا كثير من النقاط، مع هذا قدرنا الله عز وجل، ولحقنا بالمرتبة الثانية. التي هي مؤهله لرابطه ابطال افريقيا، ما نقدرش نتاهلوا لبلاصه اخرى اكثر من رابطه ابطال افريقيا. المدرب الكوكي تكفل بالفريق تاعنا يعني من الجانب المعنوي، يجوي لو رول
la double casquette. Il est entraîneur sur le plan technique. Il est le manager général de gérer le groupe pour lui. أجمع إحنا عشنا عشنا تقول رنا في السنديكا عشنا الإضرابات سبع إضرابات سبعة في موسم عشنا نروح نباتوا في أوتيل نسلكوا جو مرابيل كاين واحد الأوتيل وخلصوا فهد على سبيل المثال 73 مليون وغدوا يكتبوا علينا والفريق ما قدرش يسلك المازوت قال ما كانش تنظيم في نادي وفي قصيف وبالتالي 73 مليون خلصوها ومليون تاع المازوت والله ما لقاو كيف يخلصوها موش ما لقاو سي لورغانيزاسيون لو ترافاي ما كانش منظم وكنا فريق غير منظم سي تان كلوب نو ستركتوري والهدف تاعنا سنا هو تنظيم النادي بدون ان نخوض في المواضيع التقنيه او الفريق قد لي ديريجون هادو ما قدروا يسلكوا لا كلاس شويه هادو حبونا من الناس اي لي اسم ما نسميش الاسم تاع لي كلاب Il y a des grands clubs, ils ont dépensé 150 milliards. Ils ont dit sur Facebook, c'est de l'opinion. Ils ont dit que c'était un peu plus de temps. Ils ont dit que c'était un peu plus de temps. Ils ont dit que c'était un peu plus de temps. Ils ont dit que c'était un peu plus de temps. Ils ont dit que c'était un peu plus de temps. Ils ont dit que c'était un peu plus de temps. C'est très simple. Le fait de s'attaquer à des personnes, معناتها حابين المنصب برك كاين جماعه انا نعرفهم كنا نعيط لهم دوك ندير لهم شهريه ويبداو يخدموا في لونطون سي بون ما يزيدوا يهضروا علينا ما يزيدوا يسبونا ما يزيدوا يكتبوا علينا لي جون فيل ترافايي دون لو كلوب فيل ترافايي ويجيو يمشيو ويتقاضاو رواتب ويدخلوا في له. هذا هو البروبليم باسكو لو فري سيبورتر انا نعرف وانا جامي نغضب من ان سيبورتر كي لي بوتاتر يقول كلام ماهوش مليح باسكو علاه غالطو كي خسرنا غالطو كي ما ديناش الشامبيون ويهضر بعفويه ومن قلبه ها واش غايضو هذه اللي غايضته اما تجي تدخل في دي ديتاي وهذا منا وهم داو وهم سرقوا وهم قسموا اي بركونا بزاف وما كاينش كيما نقولكش اون دوموند با حنا كملوا في الطريقه هذه ما كاينش مشكل حنا رانا في الجزائر يقول لك هذو دوك عقابهم حنا فون باتر كونسيديري حكمتوا لي هذيك تاع الجيفه طلقتوها لي قلبتوا عليا الفيسبوك نسريه كل جيفه نسريه كل جيفه لا حنا درنا اون ديكلاراسيون وهضرنا بطريقه ثقافيه الفرق ما بين السقر والنسر نهضروا على الاقتصاد لقينا روحنا مهزله قلت انا ما زيدش نهضر دوك تا جورناليست انا نهضر انا تكوبي واش تحب دوك تقص لي من كلامي وتهضر واش تحب Donc, tu veux nuire à la personne. Où est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On veut nous dans la transparence. On a une équipe, on a une deuxième. On prépare les prochains matchs de Bangol. On a dit, on a gardé dans le monde. On a mis notre taillard, on a mis notre CRL. On doit payer l'avion qui s'élève pratiquement à 8 millions ou 9 millions de dinars. On a mis notre CRL, 1 milliard ou 400 millions. كاين دي جوار كي دوا بروندر لير ارجون المدرب او جاي لازم نخلصوه منين؟ او دخلت لهم 14 مليار تاع البلديه غير الخير غير الخير 14 مليار في نادي اللي مدين للرقبه كله ديونات ارواحوا سيدي قبل ما تتهمونا ارواحوا قولوا لنا اين ذهبت 14 مليار تاع البلديه وحنا نبداو نجبدوا الوثائق البنكيه واروح هاي 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 بالادله اون في انكريز رانا تعبنا في الشهر ونص هذا تعبنا بزاف يا دي جون كي اون دلارجون حنا ما عندناش حنا رانا نمشي ونمشي ونمشي نعطيك ارقام تاع ضحك برك ضحك جبنا كات جوار هذو لافونس دو سالير تاعهم سيلاب 22 مليون دو دينار معليش 23 و 22 كيف كيف 22 ولا 23 مليون دينار حنا درنا لا بروسيدير ادمينستراتيف بانكار ان فيرمون بور لو جوار باسكو اون فو بلو مانيبيلي لارجون ليكيد درنا لهم دي فيرمون كاين احد اللاعبين عنده عرض كبير علينا قال لك انا ما نستناش ربع ايام باش يدخلوا لي دراهم والاخر زاد جا تبعو انا ما نستناش باش يدخلوا انا ما نستناش باش يدخلوا شكون جاب زوج ملايير وميتين؟ شكون؟ جابهم هذا العبد ضعيف هو اللي جابهم وخلصنا لي جوار وما داوهم الناس
إنهم با بري لي جوار ما داولناش لي جوار تاعهم ميش ضحكه ما راه ناس قاعدين رجل على رجل او لي جون هذا نزيد نهضر على الموضوع تاع الشباب هذا ونروح او لونطونت وعندها لي جون وعندها لي جون وعندها لي جون وعندها لي جون هاي نهضروا فوتبول برك ان شاء الله يا ربي ندخلوا لي جروب كاين واحد في السبور تاعنا يقدر يلعب كونتر الاهلي بالو عندنا بالو اللي واقف حاضر فيزيكمون وتكنيك كاين تسمى احنا مهابل تسمى عندنا جوار اللي يقدر يلعب لنا كونتر الوداد والرجاء بخمس ملايين الشهر وما عندناش درام نقولوا لها انت تروح نروح نجيبوا واحد نسلكوه 200 مليون ولا نسلفوا درام تسمى نصون دي فو مرضى ونا با حس برك وما عندنا الشباب وعندنا لي جون ما كانش ما عندناش ما عندناش انا نقول لك ما عندناش سيدي جوار تو جيست مويان تو جيست مويان ونشوفوا الوقت يكشف السيد علي العمري ويعلم العام والخاص نهار نحيته وانا من لونطونت رفد كواغطو راح لام بيبي سي سا لو جوار استا جورناليست تهدر وانا ديريجا نهدر بصح الجوار عنده رجليه يهدرو يريبون برجليه راه لباتنا طرطق الدنيا ولينا نحاولوا فيه باش رجع لونطونت وجا ولا كابيتان سياسي لا في كارير اكستراوردينار دونك حنا ثاني الاهل ومكه ادرى بشعابها حنا كون شفنا عندنا دي جون طالون انا نقول لي طالون جيب ليش انا جون في عمر 20 سنه 20 سنه ونورمالمون اولا في ليكيب ناسيونال جيب لي ان جون انا دو 20 طون وتقول لي اصبروا مازال صغير شنو مازال صغير 20 طون 21 طون او مازال صغير مازال صغير او تي او بيان الي تيتولور اون ليكيب سينيور بشخصيته بلعبو ولا ها تقول لي صغير عمر ثاني صغير خليه يزيد يتعلم يزيد يتعلم باسكو مازال صغير وراح ترانسفير هاو وزادو عمورة او بعناه من كلمة بيع هذه سي اون ا ترانسفيري ان جوار ا 1 مليون 200 ميل اورو وسياسة الاتحاد الدولي لكرة القدم دركا باش الناس تكون تعرفها اللي عندك ان دوكيمون فيفا سي با الدوكيمون دي كلوب اللي يخرج فيه سويفت لي بان لا دات دو ترانسفير اي لو مونطون دو ترانسفير هذه تدخل في سياسة المال النظيف لو فير بلاي فينانسي سي هنا قاعد في قهوة عمر الله غردو معاك 400 ميل اورو هاو كسام فهد وكسام وداوا شنو النيفو هذا اما ناش رايحين من لونطونت حنا نروحوا من لونطونت كون نشوفوا روحنا في الشنة فاش الدريع المسؤولين على الولاية هذه الحمد لله حنا قلنا واحد الكلمة هكذا كتشفونا فيها قلنا لن نكون عبء على السلطات المحلية ولكن نطلب المرافقة والحمد لله يخلص لا سيزون ما كذبناش سيد الولي او هنا ما كسرنا ليش راسو ماناش من الناس اللي قالوا سيد الولي انا جايين وعندنا كريز وجيب لنا الدراهم وشوف لنا لي زاندي ماذا ما قلقناهمش البلديه تكرموا علينا بال 14 لهذا لي 14 مليار وهم مشكورين على كل حال المجلس ككل هذه السياسه حتى ويكونوا داخل المجلس الناس اللي ضد احنا نذكر المجلس ككل ورئيس المجلس الشعبي البلدي اليوم على بالهم بالامور الداخليه للنادي والظروف اللي راه يعيشها كل هذه الاشياء اصبحت دعاء او على البلد على البلديه علول عاونوا لونطونت يعاونوا لونطونت او طرقهم كسرين او منزوم كيفاه تمدوا لهم ما فهمناش ما ريان كونتري حنا لا كريز ايكونوميك مونديال نضلوا نقولوا فيها اي لالجيري هي جزء لا يتجزا من العالم هذا الفي بارتي دو سيمون هم عطاوهم سورد هم شارينا فهد وسرا واحد هم مش حابين إيه ما عطاوكمش من 2017 ما تولي تدخلها لا شارينا الاكس ولا ايكراك لا ما جبنا شركه في 2014 2015 من 2010 من وقتي 2010 2011 2012 تسمى حتى جا فهد وسرار في 2021 باش والله لا ردوا له محبه تمد لهم الشركه على جال فهد كون يتنحوا فهد وسرار غدوه تجي الشركه كيسكو سي سي زيستوار لا احنا دي كانيبال مافيا شنو انا سولات سطيف بالايجابيه تاعنا والسلبيه تاعنا نقولها ونعاودها مره اخرى احنا شعبنا كرهوا بعضنا سيدنا ما كرهوا بعضنا نحسدوا بعضنا ناس كل دار تسب ناس تشتم انا قلت لك انا قلت لك قبيل باللي هذا تاع الكونت هذو انا ما نعرفش هاد الحوايج واحد عنده كونت وعنده 50 ولا اخر من يضلوا قاعدين اللي يكتب بزاف فيسبوك هو اللي قاعد بس عنده الوقت قاعد يفي غيان
دار بقى نكتب على هذا تاك خلص عقب هاي نكتب على هذا هاي زين يعيط الاخر بارتاجي او دير واش دي بارتاجي بارتاجي على روحك واش درت لنا سبيت ناقصت لنا عائلات ناقصت لنا منا ما كانش مشكل راه تشوف باذن الله المفاجآت في الايام القليله القادمه كل واحد يتحمل مسؤوليته تاع عقلنا انا في كل مره نتسب يا هضروا نهضروا يجيو الجماعه واختك منهم واختك منهم واختك منهم هذه المره قسما عظما غير لي يغلط معايا يقيسني يقيس لي عائلتي يهضر في التسير جمع فوق اقسم بالله العلي والعظيم غير جيري معاه جيسكو بو وين توصل توصل اما طلقوا له ما طلقوا لا سبور ما طلقوا لا عسكر ما طلقوا هذا يدير ضحكنا حنا تكسروا تكتلونا بهذا الفيسبوك النار ينديتو هضر على روحك